ويا مرحبا الساعة والسلام عليكم. لعبة جديدة اليوم انا بسميها مدير المطار او ايربورت سي اي او. خلنا نسوي لعبة جديدة. لعبة عجيبة فيس. لا شكرا شكرا شكرا, شكرا. ما في حد يشبهني, ليش ما يخلوني اسوي افاتار؟ اللعبة هاي بكل بساطة يا جماعة نسوي مطار جيمنج, طبعا الاسم انت خلي تشوف يضبط ضبط انتك. اللعبة لعبة مطار, سويت الاستكشاف سريع انا, لكن بعدنا بتعلم اللعبة مع بعض. اللعبة جديدة بعدها في الالفة, طبعا ما بسوي مطار اكيد بوظبي بوظبي يا هل بوظبي بوظبي نعم انها بوظبي. خلنا نشوف وين نقدر نسوي مطار هنا, شو رايكم؟ لازم نسوي مطار من الزيرو, نسوي مطار شوي بس خلاص مرة نسوي زوم من اكثر. نسوي مطار ورا مصفح, شو رايكم؟ خلاص كنفر ايربورت نيم خليل جيمينج لاند. يبغى ثلاث حروف للمطار خليل جيمينج. لا هذا جيم صار, هذا جنرال موتور صار كي جي تي خليل جيمينج انتك. اللعبة بكل بساطة لازم نسوي مطار من الزير وننزل طيارات ونسوي لهم خدمات ولازم خليهم يستانسون. طبعا الموضوع فيه توظيف, الموضوع فيه بناء, الموضوع فيه وايد شغلات. طبعا انا ما بروح للهارد مود ولا غيره, ما ببدا ب 250 الف ولا هم يحزن, ببدا ب 2 مليون دولار وعساس نبني اللعبه. اتمنى تشوف رايكم على اللعبه تحت ان شاء الله, بسوي منها حلقه حلقتين ثلاث بشوف اذا عجبتكم اللعبه بنكمل عليها. دير خليل يا حبيبي والله كتب اسمي بعد تبدي. ثانك يو فور اور لاست ميتنج. المهم انه ياسر وين اجتماع ما اعرف عنه. انا تقريبا اعرف المينيو لكن مش كله صراحة يعني, وبيبالنا شوي هالحلقة ما ظني بنطير اي طيارة. افون خلنا نتخلص من المينيو وندق اكس اذا مش عايبينكم. خلنا نوقف اللعبة, ما باللعبة تشتغل, ما باللعبة تشتغل الحين. ما عندنا لعبة الحين, طبعا ما عندنا لعبة, ما عندنا هاي لعبة زين. نحن ما عندنا المطار حاليا, لازم نبني بابليك رود. ايه الشارع يبولك ناس يبولك زباين. خل بسوي مطار عود صراحة, بسوي 20 × 3 × 4. شو رايكم كبر الشارع ولا ما نكبره؟ بسوي في شارع كبير شوي, 3 عشان نسوي ممرات وغيره ولا اخره. لعبة تركيزة هني مش شوارع وايد, سيتي سكايلان يمكن 20 × 3. بجرب الفرق بين 20 × 3. طبعا ما بيخليني ابني ولا شيء لانه فاللعبة شيء حلو عايبني. اي شيء تبغى تسويه لازم يكون عندك عقد مع شركة. انت ما تبني, انت عندك شركة مقاولات تسوي وياها عقد. مثلا اذا انا بسوي الحين ببني لازم اجيب كونتراكتر, حد يعطيني عمال. مثلا هذا شيء يعطيني عمال $7 كل واحد, بيعطيني ماكسيموم ديبلويبل كونتراكتر 52 نفر بس ما يعطيني اكثر الظالم. يلا بنبيهم نباهم. تعال نزل لي العمال هني, ونزلنا العمال. هني بثلاثة. وين العمال؟ عمالي وين؟ عمالي وين يا ابو العمال؟ اظني عندي شيء ناقص. بنروح كونستراكشن. اوكي ديبلوي اول. اوكي لازم نجيب العمال. نشوف كونستراكشن مالنا عندنا شيء اسمه كونستراكشن جوب تاسك اوبريشنز. طبعا احنا بعيد عن نفتح المطار مطولين. انا طلبت منه يجيب عمال الحين. هذا الباص, باص مدرسة هذا الأولي, هذا مش باص عمال. انزين بوقف اللعبة شوي خلنا نتناقش. لازم نتناقش صح؟ نخش نمشي. خلي يسوون الشارع, خلي يسوون الشارع. بنحط على الشارع هذا جميع الأساسات. شوفوا عندنا درب في الوسط. أنا أحس إني بلغت شوي في حجم المطار الصراحة. شو نحتاج عند المطار؟ المطار بيكون في هالمنطقة هاي, بنسوي مدرج وراه, بنسوي بعض الأمور, بحاول أخلي الموضوع بسيط. عساس اللي يوقفون ما بحد يوقف في نص الشارع نفسه هنا. الحين هذا يرجع يوقف في نص الشارع. لا شكرا شكرا يا عزيزي. وين كان انفراستراكشر نبا بس ستوب. ندق ار روتيت باصات باصات باصات. اوكي اول ما يجون بيون باصات بيوقفون عند المطار. بنحطي باص ثاني الصوب الثاني, بنحطي كار سير سير. وين بيوقفون؟ خلنا ندلع السير قدام باب المطار, بنعطي مساحة شوي ندلعهم السير وندلعهم السير. بس
offload site checkpoint public road to connect service road. لا ما بها هذا اظني هذا كان ايوه هذا بيدخلني حق المطار. زين بس شلتر نبى بس شلتر خلنا نحط لهم مكان يظللون فيه ساكن. الشمس هايل خايسين ما في مكان تكاسي بس سيير. اذا التاكسي بيهم بيزحمون عليها من زين في الحالة هاي انا متأكد تكاسي يعني ما في احسن منهم في الغلاسة. المهم ما علينا خلينا نبني نبال الحين نبني المبنى مالنا اصلا فونديشن بسوي مطار عود. نحن صرنا في 2 مليون بنصير في مساحة الصراحة هاكون 20 مفروض صح. خلنا نسوي زوم ان 20 قلنا في كم في 10 معي 15 اقولكم بسوي مطار ضخم واللي فيها فيها شكلها بخسر فلوس كلها اليوم ترى انا اخبركم الحين وبعد بكبر المطار. ها 25 في 15 بس داخل المطار. فين به المطار نحن نسوي مطار نسير مطار يا جماعة شو تحصلون في المطار بعد بكبر الصراحة 5 من هالصوب بخسر فلوس شكلها كلها انا بس في البناء هذا ترى. وين بجيب العمال؟ انا مش عايب اني مكان هذا المكان خايس عالم تي هني الباصات يجون هني الحين مو مشكلة اظني مو بيكون عنده مشاكل بس بعدين اذا نبيونا ناس من نفس الشارع بنزل كل ما بحد تعجبني شيء انزل هني مصيبة. هذه بتستوي ما بتستوي شغلان الصراحة. خلنا كبر الشارع لحظة فبلك رود 3 اوكي ابى شارع ثاني ابى اغير مكان هاي الماء مو بعاجبني مكانهم الصراحه ولا حجم الشارع حتى عاجبني بحاول اخليهم ما يمرون حتى هالصب. اذا مديت شارع من هني لين هني وحطيت لي سيرفيس رود رجل الخدمات حق داخل المطار بيفرق وايد. زين خلي بنور المساحه بنحط في المساحه داخل احنا وش بنسوي للمطار. وين السيرفيس رود مالي افلود سايد كروسوك ما نبى نبى ستراكشر ما تبي بنونه خلنا نشوف. ايوه هذا في السيرفيس رود بسوي سيرفيس رود ولا بس بخلي حبة فاضية ولا خلي حبة فاضية خلي حبة فاضية احسن خلي ابن المطار مطار عود الصراحة ترى المطار مش صغير بيكون. فونديشن ستراكشر وول خلنا نشل الليدار من الوسط ما نبى الليدار هذا وهالليدار هذا ما نبى. خلنا نفتح المطار شوي من داخل بس هذا هو المطار. الحين المطار فاضي صح. انا احس المبنى غلط في شيء المفروض اخلي مسافة الصراحة مسافة مش اوكي اللي انا مخلينها. فشو بسوي معقول انزلهم على طول خل بدون مدخل ما يصير بدون مدخل يا جماعة ولا تعرفون شو ما له مخلي بدون مدخل. ممكن نعدل اذا بعدين ما يبنى ممكن ما نقدر نعدله. حطي بوابة هني حق التكاسي بوابة حق هذا بوابة حق الباصات اللي ينزل من الباص يكون عنده له بوابة. وفي عندنا سايد ووكس ايوة عندي مشكلة هني سايد ووك مالي ما يمشي حاله شكله خلنا نشيل السايد ووك هذا خلنا نحط السايد فوق الوسط. ما ادري اذا بينفع ولا ما بينفع ما اعرف لاني ما اقدر امده الصراحة اكثر بس اتمنى ان يوقفون سير يعني حق الناس لان اذا ما وقفوا حق الناس اذا عندي ناس هنا بيخطفون صوب ثاني مين بيروحون بتكون مصيبة عظمة الصراحة مصيبة كبرى الصراحة بتكون. زين الحين شو نحتاج عشان نسوي مطار نحتاج انا شو ابى اسوي الحين ابى اسوي دار
ابغى هذا المكان معزول عن باقي المطار. اذا انت بتي المطار لازم تكون كيف معزول عن باقين في المطار. المطار بنحصل ايتمز، الايتمز مالنا انفو ديسك. اوه انفو ديسك بيكون شيء مفيد، بحط انفو ديسك. يمكن تبغى تسأل، يمكن مضيع تسأل ناس هني. بتحتاج اللوح، محتاج اللوح ايربورت سكرين، هاي من اهم الشغلات. بحط وحدة هني وحدة والناس داش هني، وهذا لازم يكون عندنا الباب هني. فكر هني يسوي مكان الاستعلامات، وهني بيكون التشيك ان بالطول، والناس بتدخل هني سكيورتي. بيكون عندنا حجم المطار كبير شوية، بس اظني بالغت شوية في حجم المطار. هذا اللي يسمونه المبالغة في الشيء، مبالغة مصيبة، هاي مبالغة كبيرة. بعد حطي ميديم دور، لا نحطي لارج دور عالم يا بس ميديم دور ما يسد الصراحة. خلهم يبنونه، خلنا نشوف شو يسوون. خلهم يبنون. عندي وايد عمال فاضية الصراحة انا، ومش عاجبني لحظة. فاستراكشر سيرفيس رود، هذا لابد منه، هذا بيكون داخل المطار. بنحتاج اكيد 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 بنكون محتاجين مال الشنط. وين بيكون اذا اشل تشيك ان هني، اطلع الناس سكيورتي باس هني، السكيورتي باس البوردنج والتشيك ان هني والسكيورتي انتري هني، يدخلون محلات هني، والناس اللي جايه من الطيارات تطلع من هني. وهني نقدر نسوي مساحة مطاعم. يمكن اسوي شيء ثاني غير مساحة المطاعم. طبعا انا مش مقتنع وايد في البوابات، بس ما عندي ليت. ليش ظلمة؟ ليش ظلمة؟ ما با ما با ما با ما با ما با هذا كله، ما با هذا كله. انفستراكشر يمكن احصل ليتات هني. احيد اني شفت ليت انا سمول تي سي تور، لا هذا بنحتاجه حق شيء ثاني. سمول دور معقوله انا شفت الليت، وين كان الليت؟ ايوه هذا لايت بول. خلنا نحط الليت هني، محتاج ليتات عند البوابات. انا احس انه ظلمه الصراحه، خلكن بوابات مكانها واضح. ما اعرف اذا نحتاج هني، بس اظني ما يضر. خلنا نحط الليتات، خلنا نحط الليتات. انا احس انه ظلمه الصراحه، مش عاجبتني الظلمه اللي موجوده. انزين سوينا انفورميشن ديسك، الحين بنحتاج التشيك ان. الناس من تدخل المطار بنسوي تشيك ان، والحلقه هاي شكلها بتطول وانا ما بها تطول الصراحه. التشيك ان بنسوي انفستراكشر، بنبني دار، ما بالناس من التشيك ان. لا التشيك ان هني ما بيكفي، بتكون منطقه صغيره هسه، لان وين بنعق الشنط من عقب التشيك ان هني؟ ها سؤال ثاني مهم جدا. بحط هني كافيه عقب، بعدين بحط كافيه او شيء. بس الناس اللي بتروح الحين لازم اسوي لهم تشيك ان، اسوي لهم تشيك ان، او ممكن اسوي لهم تشيك ان هنا محلات، اي محل اصلا من برا المطار مو حلو، حتى طعمه يكون ماسخ. زين خلونا نسوي الاستراكشر نفسه. الايتمز يا اخي ايوه، انفدت تشيك ان ديسك، خلينا نحط تشيك ان ديسك. بما انه بسوي مطار عملاق خلنا نسوي هني، خلاص بسوي تشيكن ديسك هني. لا بسوي تشيكن ديسك هني، هني بخلي غرف الموظفين كامل، المكان حق الموظفين. بسوي تشيكن على طول، وبعدين بحتاج غرف موظفين، بتكون قصة طويلة. لا بنسوي دار عسب اعرف انا المساحة اللي بخصصها لهم. و اوكي اتصور هالمساحة وايد اكثر من كفاية حق الموظفين بصراحة، هالمساحة بتكون اكثر من كافية حق الموظفين ورا، لان حط التشيكن ديسك الحين قدامهم هني. كم تشيكن ديسك نحطي؟ واحد اثنين ثلاثة، تو 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 الفراغات. لا بصراحة ما يمشي الوضع، ما عجبني، ما عجبني الوضع. ابى احط التشيك ان ديسك عند بعض اقرب،
خلهم قرب هاي اثنين عند بعض. بسوي ستة، بسوي ستة خلاص، بسوي ستة تشكن. اظن خسرت الفلوس كله وانا بس اكسر واحد اطراء. بسوي فراغ بين الاثنين، كل اثنين بخليهم جزيرة، كل اثنين جزيرة بروحهم. ايل يسمونه مو لي دار. الحين بنفصل التشكن عن باقي المكان خلاص، ما بالتشكن. الحين المطار شو يحتاج عشان يطير؟ محتاج تشيك ان، محتاج سكيورتي، محتاج خلنا نخلي مساحة التشكن كبيرة شوي، بحطه هنا ورا كراسي وغيره. هذا التشيك ان، ورا التشيك ان خلنا نحط بيبان هنا بعد مرة واحدة. مفسر اكشر سمول دورز، ما بحتاج بيبان كبيرة. باب حق اللي هني وباب حق الاثنين اللي دامون هني، وهني بنحتاج باب كبير لان هذا بيكون منطقة السكيورتي. هني تفتيش جوازات، ما الى هنالك، هني بيكون كل التفتيش. بحط لهم مكان هني في المستقبل، اخلي مكان حق حمام بعد، محتاجين حمامات يعني. هي لازم حمام صحيح. وهالاريا شو بتكون؟ هاي بتكون سكيور اريا. بخلي هني مكان حق الطابور لحظة، بتكون سكيور اريا، ما حيدخل هني الخير شر الا اذا اسمع نطلع الناس برا. المناطق هاي ترى مهمة على فكرة يعني، بتشوفونهم انتم مع الوقت كيف راح تستوي. حطي حمام، لا مش الحين، بعدين. والايتمز والانفو ديسك والتشكن، هذا بوردنج مش الحين. سمول سكيورتي تشيك صغير، هذا كبير صح. ريكويرز فور سكيورتي، كويرز وان سكيورتي، كوست 5000، اوبريشن كوست 20، اوبريشن كوست 20، كوست 10000. نحط الكبير، 1 2، عفوا مبر ما حطيت 3. هذا صراحه ظلم. ممكن اسوي شيء ثاني على سبيل حطي، يعني حطي واحد هني ونقص الاريا السكيور من هني من وراهم. يعني بخبركم الحين، اذا الاريا انا مثلا لحظة ما بسوي بلد رئيس الحين، كيف اسوي دي زون؟ الحين بشيل الزون هاي، موضوع طويل، موضوع طويل، بعدين بشوفه بسوي لكم اياه، مو مشكلة. سمول سكيورتي تشيك، يقعدون هني ما يقعدون هني اثنين. حتوهكت شوي في المساحة اللي في الوسط ترى صدق. سكيور زون، هذا خروج من المنطقة، هذا زين حق عقب، مش غلط ابدا. شوف روم اشله بالطريقة هاي، لا ما روم، روم اشله بالطريقة هاي، لا ما روم. زين ما حصلت الطريقة. hold control to remove. اوكي 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 اوكي، انا دنا جاي بالعيد. زين ما انا سويت الشيء هذا هنا، شليت السكيور زون صحيح. مثل ما قلنا نرجع الخطة الاساسية، security checkpoint عود هوب نحطه هنا. بس مش عايب اني انه مش بالضبط الصراحة، حبة يمين حبة يسار. اتصور بيكون اوكي، بس هذا السهم افضل الحين، السهم هذا افضل. زين على اساس يطلعون بيبان باب لارج دور، بيطلعون من الوسط سيدة. ابى اسوي هالمنطقة هاي ديوتي فري، هني بيطلع من الناس برا براهم، بيكون عندي ديوتي فري عود اصلا. فبدل ما احط باب هني شو بسوي؟ بخلي هذا يدار، بنحط الباب. كم يكفيهم مساحة حق الخروج؟ لأن نحن قاعدين نسوي شيء الصراحة مش يعني ممكن نحتاجه قريب. هذا يباله مطار عود ضخم، وأنا قاعد أسوي على مطار صغير. بس مو مشكلة عادي، يستاهل الوضع يستاهل. خلنا بسوي مرة واحدة بعدين، ما بسوي لحظة
ليش هنا ما في شاشة؟ خلنا نحط الشاشة هنا بعد مرة واحدة. أي سمح، يمكن مش كل حد بيسأل، بس في ناس أكيد تبغى تسأل، يعني في ناس تبغى تسأل، فإذا ناس تبغى تسأل خلها تشوف. بما أن هني السالفة شي صح، زين اللي هني الحين بيسوون بوردنج يبون يشوفون متى رايحين صح، وحتى اللي عند السكيورتي يبالهم شاشة إذا بهالطريقة هاي. نحن نفكر بالضبط هنا بيكون الجبال الثاني هذا، بعد بنحط موازننا ورا مرة واحدة على أساس أي واحد يبي يسوي هني يبي يسوي بوردنج مرة واحدة خليه يشوف مثل سكن، يمكن متأخر يمكن شيء يمكن بيروح. بس هني الباب، هني الباب هذا المثل، خلاص خلاص قررت هذا أسوي، بسوي مكان صغير حق الديبارتر، ما بسوي مكان كبير. بيكون لأنه بسوي محلات هني في كل الأحوال، بسوي محلات بس برا على الزوم، بسوي مطاعم برا شكل حكم، لأنه بيكون هني بوابات المطار. فبسوي الإدارة هني، خلاص قررت أنا أسوي هني الإدارة. لا أكبر مساحة المغادرون الصراحة، أنا أبى أكبرها بخاطر أسوي استراحة حق اللي طالعين مروحين، خاصة هني بيجون بيستلمون الشنط، استلام الشنط موضوع ثاني بعد. لا بس مكان استلام شنط صغير هني طويل، وخروج من هني، وهني الطيارات والمطاعم. موضوع اللعبة شوي أول مرة واحد يدخل اللعبة هاي الصراحة، اللعبة شوي تعقد، بس بعدين عادي يستوي. الحين خليتهم يبنون هني على راحتهم، شوي يبنون سلو موشن شكلها مايل. والحين شو نحتاج عشان نطير طيارة؟ ايتمات نحتاج، وذر ستيشن مش الحين، اي تي سي نبغى، فيهيكل ديبوت. لا نحن اول شي نحتاجه بالشنط، خلنا نشوف بعيد عن الشنط. نحن بنوظف ناس، ليش نبنوظف ناس؟ لانه انا بخبركم ايميل داشبورد خليل تريد مست كونستراكشن توتوريال لاخره، ما انا بقرا مسجاتكم كالعاده. اي مينيو في الكرتون؟ عقوف في الزباله. نروح بركيورمنت، ما انا بنشوف البادجت والشفتات ما بشوفه. ايوه الكوميونيتيز الابليكانتس ما انا بتشوفهم. انا شو محتاج الحين؟ انا محتاج اسد اوظف اي حد اكيد. بركروتمنت هذا فيكنت، خلينا نحط ابلكيشن اوبن، وهذا هذا بيعطينا الاوبريشنز محتاجينه. فخلنا نشوف نحن اول شيء فلتر، نحن من طلبنا اول شيء يا جماعة الخير اتش ار دايركتور دابور، نحن شو طلبنا؟ ريكروتمنت. اوكي طبيعي نحن نتجن ريكروتمنت اول شيء، ريكروتمنت دايركتور. خلنا نشوف نقدم عليه، في حدا مقدم؟ لا ما في حد. زين موقف اللعبة كيف هم يقدمون؟ اوكي غالية 22 شكلها تيب الهم هاي، هذا زين تعبانة وراتبها عالي. لوجيك غيره هذا هو احسن واحد الصراحة. المهم الثاني اللي طلبناه نحن اللي هو سي او او صديقنا سي او او 66 يا ويلي 66 والله ممتاز، ارخص واحد خلاص ما بطالع الباقي. بنروح مش الاوبريشن، المكان محتاج شوي استكشاف صراحة، مش استكشاف الا اللي بعده. ما بلون الحين ما با هذا تكيشن، ما نبا جوب تاسك، ما نبا كونستركشن، ما نبا مانيولز دابورد ابليكانت شيفت ستاف. كان قدامي ومريت عليه ومضيع الدنيا انا في الكروتمنت. ايوه هذا في الكروتمنت، هي ضياع ضياع الوضع كله ضياع. نبى بقج هاندلنج طبيعي، شوبينج بعدين، هذا بعدين، نبى بترول طيارات. ليش؟ اوكي لازم ابني المطار سوري كان انتي سبام. اوكي بنت هاف ذا ريكويرمنت فور ذا برودكت، بعدين بتشوفه حق يبنون المطار. بس انا محتاج كم من شغله حلوه. اول شيء بحتاجها
خلنا نسوي التشيك بوينت بس اذا سويت المطارات هني بسوي 3 طيارات في البداية، ما بسوي اكثر. بس عندنا اريا صح، هاي غرف الستاف، هاي بس ابو ستاف، ما بحد ثاني يدخلها. موظفين زين، اقدر احط ستاف زين وستاف سيتنج في نفس الوقت. ستاف روم زين، وين بيريحون ترى؟ هذا سؤال ثاني. خلنا نشوف زين الايتمز، يا ايتمز هو شوي في الانفراستراكشر والهذا الواحد اتعقد. زين سمول ستاند ميديوم ستاند، ما نبغى هاي اللي احنا الحين، نحن نبغى ستراكشر نفسه. نحن شو نبغى؟ نبغى هذا اير ترافيك كنترول. لا بعد ما ابغى هذا، شفتوا قلت لكم انا بضيع، انا عارف اني بضيع. انا محتاج مال الشنط، وين مال الشنط؟ شفتوا كيف الواحد يضيع هني؟ جيت سيتنج ما نبغى، هذا ما نبغى، لاند سينك ما نبغى، انفراستراكشر ما نبغى، تاكسي وي ما نبغى، كونكريت تايل الحين ما با، شلتر ما با، بس ما با، ستراكشر ما با. انا مسوي له ريسيرش توه، الحين مسوي له ريسيرش توه من ساعة. وينه؟ تشيك ان، لحظة خلنا نشوف. احنا سوينا له ريسيرش كان في هالمكان هذا، سوينا له ريسيرش. لحظة اوكي، بعد يباله وقت ريسيرش. اوكي بعد يباله وقت ريسيرش. عيل بنقسم المكان هذا، هذا بسوي مكان الناس تطلع. لحظة كان عندنا ارياز، هالمكان المطار كله لازم يكون سكيور صح؟ ايه المطار كله لازم يكون سكيور، المطار كامل لازم يكون سكيور. دامك في المطار لازم يكون مكان امن، مشكل واحد يدخل على كيفه. خلنا نشوف اذا ناس بتطلع من هني. لا بسوي سكيور تحت بعد الزوم، بنزل السكيور عادي. اذا ما نرم نشل درهم وقاية، هاي رم مرهم علاج عقول التم. سكيور زين، نسوي دخول نسوي خروجهم، نسوي اكثر من واحد اثنين يكفي، يكفينا اثنين ولا ما يكفينا؟ بسوي مال الشنط هني بالطول، سوي ثلاثة، سوي ثلاثة هني. ونبى باب على المطار، ما عندهم باب اصلا، حابسنا اصلا، انا حابسنا. ابراهيم يتنسخ مسكين. هذا مكان شنط، هذا مكان شنط، بس ما هذا يعني شلون الشنط؟ انا ما اشوف في السكيور زون الصراحة. خلنا نشله، اللي بيطلع من هني اكيد يبي يقعد صح؟ هذا نفسه مال تشيك مال بوردنج. لين حد يشله، تاكسي يشله، حد يشله، حد هي 3 مرات قلت حد يشله صح؟ لين يطلع من المكان ويروح للتاكسي. بيحتاج ممشى، يحتاج ممشى سايد ووك. نسوي كم هذا؟ 4 ياسر، نشوف هي 4، نسوي 3 يتمشى من هني لين هني. زين هذا المكان بيحتاج ليت، هذا مو بليت، هذا شيء وايد اضخم من ليت. خليه يبنون، حطينا بوابة، حطينا ممشى، بيرجع للتاكسي. زين بدل ما ياخذ درب طويل سايد ووك، خلا وصلهم في بعض، شو رايكم؟ وصلهم في بعض. شوف سوى ريسيرش الباجج هاندلنج هذا، كنا هني بروكروتمنت، شوف باجج هاندلنج بعده شغال جالس يسوي. يلا مو مشكلة، خلنا نتريا. انا بوقف اللعبة اصلا كبرها، لان انا شو لازم اسوي اصلا؟
احنا كل الموضوع كله مطار صح، فبحتاج طيارة خلي بينهم فراغ، 1 2 3 بحتاج 3 طيارات، ما بثلاثة لا بينهم الفراغ، ليش ثلاثة ما بثلاثة لا سوي فراغ بينهم، والله اظني 2 اكثر من كفاية، 2 سوي بينهم سيرفس رود، سوي كونكريت سيرفس رود كونكريت، عندنا سيارات بتعبي الطيارات بترول، طبعا عندنا الخدمات مال الطيارات نفسها، خلنا نسوي 2 يعني لو حطينا مطار تسمع يكون أمورة طيبة. هاي سمو الرنوية لأن محتاجين نحن تقريبا، بحاول أخليه في الوسط ولا أخليها الصوب، لأني بمتد يسار ولا خلنا أخليه في الوسط، عندنا مساحة كم درجة نحن زي أسوي بالطول ما ينفع، ما ينفع أبدا بالطول، بسوي خلى مسافة ما بخليه هناك لا، هني لا هالمرة بعطي عمري مسافة، لأن تحت أنا ما أعطيت عمري مسافة أوكي، وتلعوست وتلعوست أظني 3 حق هذا يمشون أوكي، خلي 3 في 3 هذا 3 في 3 و4 عرض الشارع على أساس منو يمشي الميديم بلينز، فشو بسوي انا الحين؟ خلنا 3 بطول المطار اوكي، 3 بطول منو هذا، ابى اسوي درب ثاني الصراحة ما اعرف هو بيستعمل ال اظن بيمشي عليها ونفسها هي سيرفس رود، بنوصله مش اخر شيء 3 ولا هو بيطير مهني، خلي مش اخر شيء بخلي فراغ 1 3 في 8 استوى، فراغ 1 3 في 8 استوى، بحتاج الشارع في الوسط، ليش؟ اذا طيارة تبغى تطلع من الباركن تبغى تطير، تعرف تطلع من باركن تبغى تطير عقب لازم يكون فيها ترتيب، يعني هاي هاي بروح يبغى لها ترتيب صح، تبغى تطير بدي هني مكان فاضي، هالطيارة اعطيني شهر 2 هني ليش؟ المهم ما اظني، اظني من الجديم هدمته وما مشيت الوقت، لحظة هي الجديم هديته وما مشيت الوقت هدمته، هاي ليش هي قاعدين في الروم في ستاف روم غرف الموظفين، اقول لكم هذا لازم اشيل مكانه بيبه هني عقب، خليه يدخل مهني يبنون المطار، بس الحين عندي السكيورتي عندي هاي اللي بنو، لحظة مكانها مغلط هاي، يا الله يا الله لحظة انا جبت العيد هني، لازم بالعكس احطيهن، هلا تشوف بلت كيو طابور، كم من نحتاج طابور؟ نحتاج وايد طابور حق الناس توقف، خلنا نسوي طابور طويل في كل الحالات، اذا اظن هالطابور يكفي في كل الاحوال في المستقبل، اذا كبرنا يعني حجم المطار الا روم عرضة زيادة، ترى روم عرضة زيادة، خلني عرضة حبة بزيادة، بس كل من مساحة اللي فوق شوي، بس ما عليهم مشكلة انا راضي بالتضحية هاي، الطابور اذا احتجت امده بعدين اروم كاملة ما احتاج، هذا ما علي بخليه الحين طريقة، خليه يردون بس يعدلون هذا، بحتاج موظفين اساس اني اسوي شيء نفس هذا، بس خلينا نشوف صديقنا
سوالنا اللي نبغاه ولا ما سوالنا؟ وين صار بالكروتمنت؟ هذا هو سوي ريسيرش ولا بعده؟ ما سوى ريسيرش، تعبان هذا. نبلل ناس تبي تروح حمام زي ما يروحون، حطي حمام هني وحمام. عندنا مشاكل، ايربورت كلوز، اعرف انه مسكر، ما عندي شيء للحين. ايرسلت كونستركشن تيليستيب 2، ما بشوف، خلينا نستكشف بروحنا انا وانتم نستكشف. خلي يبنون المطار، مطار ضخم ترى، خسرت اوريدي 700,000 على المطار، يعني خسرت 700,000، 700,000 مش شوي، واحد يخسر على مطار. زين الحين خلينا نرد نحط ربعنا. ايه هذا مش يعني مكان، هذا هني بيكون، هذا هني قلنا 6، خلي مساحة كل اثنين جزيرة بروحهم 100%. خلي يبنون هاي، عندنا ريسبشن، عندنا سكيورتي، عندنا تكن، شي يبغالنا بعد، يبغالنا طيارات نحن. بس متى متى هلا اسوي الباجج هاندلنج؟ انا بحطي صراحة، بحطي مال الشنط وسيرفس رود ثاني هني، انا بحطي هني البترول وربعه، وهني بحطي موضوع الشنط. فخلنا نسوي سيرفس رود هني، اوكي، وبحطي هني. ليش؟ اذا بسوي منطقة شنط، ابو الشنط قريبة مو بالشنط بعيدة، خاصة اذا فيها شنط الموضوع السالفة، اهم شي الشنط ما تضيع. سوفا تشير جيت سيتنج، مش وقتك للحين. اوفيس ديسك ما نبا، انا شو ابا الحين؟ ابا انفستراكشر، ابا اغير، لا ما بسوي شارع الحين، بعدين بسوي، اذا الحين سويت الشارع بتعوز. بسوي اللي هو ستراكشر، هذا بسوي اول شيء. هذا صديقنا اللي راح يخلينا نعرف اذا في زحمة جوية، وهذا نحتاج سيارات، لان كل شيء في المطار بحتاج له سيارات. وذا ريستيشن ما تصور بحتاج الحين، بس خلنا نسكره هني فنس، ما بحد يدخل، حد ينا من بعيد ما خرد انه يدخل العوزنة، ما فيه الصراحة. زين محتاج ستافنج، خلنا نشوف نبا ايربورت ستاف. بس للحين 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 بعدنا بعدنا، انا مستعيل على ايربورت ستاف وايد. ما عندنا شيء، شو مشو زعلان مشو؟ سوي ابجريد، هذا حشيش خايس، سوي كونكريت. شو حشيش؟ شو حشيش في المطار؟ شكله مرتب شو يكون على الاقل المطار. خلهم يبنون هايل، لا اسمح لي، مو بحشيش عادي، ابجريد تو اسفلت مرة واحدة. يلا ما بسوي ليتات، ليتات بكم؟ 500، حط ليتات ولا في عندي. انا سويت شيء غلط، هالشارع ما ظني راح، انا اقول لكم انا متاكد اني مسوي شيء غلط ترى، متاكد متاكد، يعني مش تقول يمكن، لا 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 لا، انا متاكد جايب العيد انا في شيء. بابليك رود ولا سيرفيس رود تمشي عليه الطيارات؟ ما ظني يمشون عليه الطيارات، سيرفيس رود يمشون، لان الوضع يباله تكتك الصراحة، وضع صدق يباله تكتك من خاطر. لو ما حسبت حساب عدل بجيب العيد انا، بس اظني غلط اصلا، انا شبه متأكد. بس شو بنسوي؟ انا بخبركم، سيرفيس رود يوز فور تمرك اريا كونكت تو ستاندز ان ايربورت فيهيكلز ستراكشر، اوكي، يوز فور ترانسبورتيشن اوتسايد تمرك اريا كونكت تو ستراكشر اند كونستراكشن كوست $50. يعني في شارع انا تاكسي ران ذس باس ايركرافت، شارع مالهم، ما
وهذا خلنا نشوف هاش يسوي تاكسي. فونديشن فور اير كرافت. قلت لكم انا جاي بالعيد، متأكد اني جاي بالعيد. خلاص خلنا نهدم هاي زين. الحين فلوس موجودة، انا يا سحطي سيرفس ويا سحطي حق الطيارة. استوقعت ان في شي غلط، بس هذا كان وايد غلط صراحة. خلهم يهدمونه، ما بشوف هذا كله. اوكي، وبنسوي مكانه شو؟ انفاستراكشر. احنا بس نحن وين سرنا؟ يا الله عضيع سنين ضيع. هذا التاكسي رنوي فاونديشن، ابا كونكريت، كله كونكريت سويته الحين. ابا كونكريت اروم عقادة هذا فوق هذا، هي اروم والله ممتاز. قلناها ثلاثة ومرة تحته 30. هي الحين اوكي، اظن الشارع زين. الاول كان غلط، الحين اهي، الحين شارع طيارات المكان. سوينا مكان حق طيارات اذا غيرت رايها تروح. شو اوكي عمر، منظم بينهم، انظم بينهم. تاكسي باث، هذا ما يسوي شيء بس يقول لك شكله حلو. بعدين بنشوف الباقي. انزين سوولنا التور، سوولنا كل شيء، بس انا وين مال الباق هاندلنج؟ خبروني، لان سويت له ريسيرش. ايوه هذا هو باج بيلز، باج بي هذا. اوكي لازم يكون مكان داخل المبنى، ما يسوي برا المبنى. خلينا نسوي مبنى فاونديشن، نسوي هني مكان كبير شوي نسبيا. في 10 وايد بيكون عليه الصراحة. 14000 مشكلة، بس ما ابغى هذا. انا لحظة اخبركم اقول شيء ليش ما ابغى هذا. خلي يسوي لنا المكان هذا. هني بنحط الشنط، احس غرفة الشنط صغيرة الصراحة، يعني الناس تدخل هني تدخل تشيل شنطها، حزام تحزم. خلنا نسوي ميديوم دور هني، يدخلون هني يطلعون من هني. نسوي لهم حمام صغير، هاي يكفي حق حمام. يطلع من المطار واحد يبي يروح حمام يبي يسوي شيء، ما يقدر يسوي شيء عقب. خلنا نشوف شو نظام الحمامات عندهم. تويلت جاهز هذا صح؟ must be placed inside bathrooms. نسوي زوم باثروم، هذا باثروم ستانس. ايتمز تويلت صديقي، تويلت. خلنا نحط لهم حمامات، انا متأكد كل حد يبي يروح حمام. مغاسل، يمكن حد يغسل ايده ولا شيء، في ناس يمكن ما تغسل ايدهم ما تعرفون. وهذا الباب سمول دور ما يبغى له شيء. الحين بنوه انه هذا ولا ما بنوه؟ اوكي ايتمز باجج هاندلنج، لازم سيرفس رود. ايوه بعد يبغى له شوي بنبنيه مره طيبه الصراحه. يلا فكونا ويبنون هذا المكان. هذا حطي الباجج بي. اوكي محتاجين سيرفس رود، محتاجين cannot be placed on walls. يا صديقي من الصبح احاول اشيل الادارة هذا، خلاص ما ابغى
حطي واحد بسوي مكان حق توسعة مستقبلية حق واحد ثاني وبريح راسي. تعرف شو انا محتاج احطيه بطريقة هاي، طلع الحزام سيده ودخله هنا، اذا حطيته اكسر السرود لازم الفهم لفتين، الف لف فيهم بيكون وايد وقت بيطول اساس ان يدخلون هذا. شوي شوي يا سيرفس رود تخبر هذا سوي لنا سيرفس رود. خسرت مليون انا على الطاير، بس جين مليون هاي الحين ما قلت شيء، قلت مليون بعدين موظفت حد، ها بعد اللي موظفتهم نوظفهم شو يسوي. حطي هذا حطي لهم باب اساس حد يدخل مهني، بشل الادارة الخايس مهني ما ابغى، بعدين بتفاهم الوضع. والله بيدخل مصوب الحزام مصوب امورهم طيبة، ما حد بنى الحمام هذا الحين، بس بيكون مطار ضخم الصراحة، مو بيكون مطار صغير، مو بيكون مكان صغير، لا مكان زين زين. هذا ليش مش سيب؟ هذا لازم يكون سكيور اريا، لازم سكيور اريا داخل المطار خلاص سكيور اريا. كلمني حتى في الموضوع لان هذاك ينبني، بنسوي حق هذا شو كيو، نسوي طابور والله هذا الطابور فنان صراحه، هيك اللي حد يدخل فيه. اوكي هذا بعد سوي له طابور، بس ما بنحتاج الطابور اتصور، بس هذا يسد، هذا بعد نسوي له طابور. اذا نقصنا مساحه عقب في المستقبل اقدر ازيدها انا، ما في مشاكل يعني، حتى هنا ها نقص زيد مو المشكله، ما في اي مشاكل. بس ليش ياخذون لفه لين هنا؟ احس انه بقول خلهم ياخذون لفه مو مشكله. اوكي جهز، خلنا نوقف اللعبه. وين صديقنا الباك؟ باقج في مكان حق واحد ثاني، ممتاز. مسكر الإدارة اللي احتاجته في المستقبل اروم اسوي، ما في مشاكل. وعندنا الارياز باجج كليم، وين العالم انت يشيل شنطها نآمن. الحين نسير عند الايتمز باجج بيلز نوستي، مش اندر جراوند لا اوبر جراوند، هذا بنحط لنا واحدا هني، ما بسوي هالكبر هذا ولا شو رايكم؟ اسوي انا اقولكم شو بسوي، بجيب الشنط من الصوب الثاني. اوكي اخبركم وين اللعبة. الشنط من هنا اوكي، ونجيب الشنط من هذا المكان الى هذا المكان. كيف انا اخبركم الحين؟ هذا بلت البلت هذا ماله هنا بيكون، ادخل من وين هنا اوكي، وبنجيب له واحد اندر جراوند. الاندر جراوند وين بيكون؟ داش من هني ساير عليه، خلي يبنون هذا، خلي سكر الادار. الحين الادار شغال، ما ظني في هالحلقه بنقدر نطير يعني، توقعت اللعبه بتكون طويله شوي بس بتستهلك وقت اكثر ما كنت انا اتخيل. بحط لهم كراسي هني، خليهم ينتظرون حاجه، طيارته وما عنده كراسي. بعد احط لهم الجيت سيتس، جيت سيتس كبار وايد ولا شوف حد يقدر يخطف من عندهم. هاي يقدرهم
قلت سيت هني، قلت سيت هني، لا بيسكر الباب، راح احط لهم كراسي على الاقل، كل ناس طيبين احنا. اوكي حطوه، ممتاز ممتاز. الحين لازم نجيب الشنط من هاي اللي يشلونه نودي لين وين؟ لين هذا. يعني اذا عندنا شنط، انت ليش انتوا بالعكس؟ انا رديت بنيتكم صح، رديت لبتكم انا. الله يهداكم انت بس تلعوزونا. جدوانكم ها، اقولكم ان ما عليه مو مشكلة، بنهدمهم مرة ثانية مو مشكلة. يعني الحين عندنا هذا الباكج بلت مثلا، هذا هني وصلهم في بعض حلو، بعدين هني حطي اندر جراوند بلت هني نقدر. اوكي ممتاز ممتاز، ايبهم لين صديقنا وين يشل الشنط. هني يطلع الشنط. اوكي اوكي بروح يسوي اوفر اندر جراوند، ممتاز. هني يطلع من هني لين هني لين البت. يعني انت متسوي تشيكن، شنطك تي على منو؟ على هذا، بعدين يروح وين؟ دايركت على مال الشنط هذا. بعدين احنا نبى سيارات صح؟ بالضبط نبى سيارات. نبى هذا بركروتمنت، نبى هاي حق الشنط، واخذ ثلاثة صح؟ انا سويت ريسيرش حق البترول صح؟ الحين لازم اسوي له ريسيرش. اوكي محتاجين بترول حق الطيارة، كيف الطيارة بتطير بدون بترول؟ الوضع ما بيمشي. اوكي الحمامات هني جاهزة، حلوة الحمامات زينة، ادار جاهز، سيرفس رود برع، يقدرون سيارات يكونون برع، كار بي بيسك فيهيكل ديبوت. بس انا مفروض ما ابنيهم الحين، لان انا ابنيهم الحين هتلعوز وياهم عقب، بس ادفع ادفع عليهم انا كل ما ابنيهم. شو هذا ماين دريدر يخرب بيته، خيب مكلف بعد وينو دريدر. خلاص خلى برايا الحين هذا. نحن الحين شو نبى؟ نحن نبى امبلويز شيفت ستاف فلتر، نبى ايربورت ستاف، نبى ايربورت ستاف. خلنا نشوف حد يخدم عندنا. نبى سكيورتي، كل واحد 4 يباله. شوفوا هذا اذا رد حطه يا ويله، بالعكس هذا واحد. اوكي هذا يحتاج واحد، يعني يحتاج هني ستة، وهني اثنين اثنين، يقولوا هني 12 واثنين اربعة، هاي 12 وثمانية، 12 واربعة سوري، 16 16 موظف هني، ونبغى 12 موظف سيكوريتي. اوكي محتاجين مجموعة موظفين حلوين الصراحة، مش شوية ابدا ابدا، محتاجين مجموعة طيبة. اوكي هذا اجين، خلنا نشوف وير ديد ات جو رونج، وين الوضع غلط كان. خلهم يبنون هذا، ركبونا الاثاث وكل شيء. على الله الفلوس قامت تطير، اخاف ما نقدر نطير ولا طيارة سبت التهور اللي قاعد تهوره في الصرف الصراحة، قاعد اصر الصرف مش طبيعي. يقولكم الحين وحطيتهم غلط بعد، بس صراحة ما في صراحة اني ايش اسمه تقول اسوي من اول وجديد، فبخليهم نفس شوي ورا مو مشكلة، خسائر فلوس كل شوي اغير مكان. انزين خلنا نشوف يونا موظفين ولا ما يونا موظفين. كونتراكس ميل بوكس، خلنا نشوف هني. لا لازم ندق بالطريقة هاي، يعني ستاف امبلويز
ميونة. عاد محتاجين نحن ذا بورد نشوف الام سي او. محتاجين موظفين نحن، مش قاعدين موظفين. انا عندي اماكن سكيورتي، عندي هالاماكن، محتاجين موظفين. ميون اللي هايل، انا ما بايل، انا بموظفين عاديين ايربورت. الصراحة هاي الايربورت ستاف كم واحد؟ خلينا نوظفهم كلهم. اوكي بيونا عقب ظني. انزين الحين سوينا الباجج هاندلنج، سوينا هذا، سوينا السيايير. وين سيارات ال 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 ليش ما عندنا سيارات؟ سيارات بترول، لان انا ما سويت مال بترول صح؟ الريسيرش قلت لكم لازم تذكروني، يعني انا قاعد اسوي الريسيرش كل شوي. وين صار ان بروجرس؟ اوكي ما بقى له شيء، هذا الحين بيخلص، ما بقى له شيء. بترول هذا، رحلات، نحتاج موظفين، ايربورت ستاف. احنا وظفنا 6 موظف هايل بعد، بس ابا سكيورتي بعد. ما اقدر ادور عليكم انتو الصراحة، يعني بس صراحة ما اقدر عليكم، بس احس انا وايد دشيت في الماينس، بس تعيلت بعد في بعض الخدمات حطيتها المفروض ما حطيها الصراحة. ليش المكان شكله كئيب؟ لحظة وين في هذا؟ هي الموظفين خلي حقهم، حاطين لهم تخشيبة خفيفة. لحظة المطار، المطار كيف يكون شكل المطار في العادة؟ هذا شكل المطار، هذا هذا ولا هذا؟ هذا شوف شكله، ايه هذا صراحة، ايه ترتيب طيب وحي. لحظة هاي السكيورتي، سكيورتي سكيورتي سكيورتي، شو الازرق غير، اعطي لهم ازرق سكيورتي. يلا لما تتي هالمكان ولا اقول كله، وانت الحين في السكيورتي تكون لازم تستوعب ان هذا سكيورتي. هاي اللي بعد مطار، خلاص الباقيين كلهم مسويين بالطريقة هاي. مطار في المطار، يعني لازم يكون المكان ابيض شوية. مشكلة سويت مساحة ضخمة، احس شوية مسختها، يعني مساحة حبتين ضخمة يعني الصراحة. وشو عندنا ارضية هني حق الخروج الناس اللي طالع؟ يلا احط لكم هاي الارضية البنية، انتو ارضية بنية، الحمامات ارضية بنية، حتى الباجج هاندلنج نفسه احس انه مطار. الحين اوكي الحين نقدر نشوف اقسام مختلفة. اوكي يا ناس ربعنا، صديقنا راعي البترول موجود. وين صار؟ مش اريس توي شفته قدامي على فكرة. المينيو ما لا يبالي، محتاج شوي وقت الواحد يتعود عليه. اللعبة اول ما نبداها تحس اللعبة الصراحة فيول بيسك تانك دبت. اوكي فيول تانك، انا ما بتنكي الحين، بس ابغى امد السيرفس رود هذا شوي على اساس شارع الخدمات يكون ممتاز. ها بعد لازم اسوي له وصلات الحين، ترى ما بيمشي وضع بالطريقة هاي. انزين وينك يا الفيول تانك؟ توقت 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 صدقك انا. فيول ديبوت طيلنا هذا من البترول ان شاء الله، عاد اشغل المطار قبل الفلوس كلها تخلص. قولوا امين انتوا بس، يعني على اساس ما توهق هيكم عقب. هذا سكيورتي محتاج 1 2 3 4 5، محتاج اكثر شويه بس ما عليه مشكله. موظفهم هي نبى جنريتر، نبى حد ينظف المكان. المكان اخذ 3 4، نبى سكيورتي زياده، وظفنا 7، نبى 4 غير. اذا فيه علي خان تعال، نبى 2 غير، 2 بسنا ايربورت ستاف 1 2 3 4.
فور فايف اظني كفايه، ما اعرف كم واحد شليت نبى تكنيشن، اذا شي اخترب نبى اثنين ما نبى غيرهم. هاي العشوائيا قاعد نعبيهم، ما في هاي ما يقدرون يخطفون صح، ما يقدرون يخطفون الشارع، قلت لكم هذه مصيبه راح تكون. هاي عله. زين ما اقدر اسوي ممشى انا، اذا انا اقدر اسوي له ممشى، وعلى فكره الحلقه وايد طولت فما بطول اكثر وبنكملها في الحلقه الجايه ان شاء الله، نشغل المطار في الحلقه الجايه لانه صراحه يبالها شغل. ايه لازم اطول السايد ووك صحيح، كل مكان يبغى له سايد ووك، حتى هني اذا بحد يخطف من هني مثلا يروح صوب الثاني لازم سايد ووك، لازم كروس ووك. هم بنوا هذا اوكي، هذا ليش تسألون الحين؟ هذا نعبي الطيارات، كيف تعبون الطيارات؟ اوكي انا بقى اثنين، عندنا ثلاث طيارات، ليش قاعد اخذ اكثر؟ مفروض عندنا ثلاث طيارات، مفروض اخذ اخر شيء تبون صدق. شو البترول اللي عنده هذا اللي نبغى؟ هي جت اي 1. في نوعين للطيارات، الوسط يبون بترول ثاني، ترى ما يبون نفس البترول. تشوف خلهم يبنون بس الممرات، من يبنون الممرات ان شاء الله يدخلون. لا يبنون الممرات صح، يبنون الممرات صح. يا الله يا الله على شكل خطوط المشاة، لا بغيرها الحين. لا خطوط المشاة هاي ما تمشي، خطوط المشاة هاي ما تمشي عندي. لا سوري سوري، خطوط المشاة هاي ما كترة، عندنا خطوط مشاة ثانية مؤقتة مو مشكلة، بس هاي لا مش ما ينفع واحد يخليها. في شكل خطوط المشاة، شكلهم خطوط المشاة شوه، لأنه يبني فوق بعض ما يبدل. بدل يلا. زين الحين زي خطوط مشاة مثل عالم الناس، لحظة والله حتى انها مش نفس العالم الناس بس اوكي. انزين الحين عندنا المطار شبه شغال نحن، بس شو بسوي انا؟ تموت عندي موظفين، عندي موظفين وايد، خلهم يقعدون. ليش احط هالكثر؟ لان اروم فقط، واذا توهكت عقب ما ابغى هذا، ابغى مكتب، مكاتب، محتاجين مكاتب صح؟ خلي عنده شوية خصوصية، خلي بينهم فراغات، هذا ما يبغى فراغ، هذا هني وهذا هني، هذا هني، وايد مكاتب مو بشوية، ست مكاتب حطيت لهم، ست مكاتب وواحد مكانه مشوكي. لحظة الحين مكان اوكي، ان لو حطيت غنفة هني بيستوي نفسه. شوفوا صوفة، صوفة ثاني اوكي، خليتهم يجابلون بعض، يمكن بيسولفون، يمكن شي يبون، يمكن خلنا من هذا. الحين نحن مهمتنا شو؟ نوصل هذا صح؟ الحين هذا باجج كونكشنز، هذا اوكي، هاي اللي انا جبت العيد فيهم الصراحه. في العيد اللي بعده خلنا نسوي لهم كيو، مو مشكله ما عليه. طبعا هذا مش اوفر، هذا على قولتنا الحين اوفر كل، تو ماتش تو ماتش. انا اظني هذا بيكلفني وايد فلوس شوية صراحة، لأن مسختها شوي، سويت وايد شغلات تكلف فلوس. خلنا نوقف اللعبة شوي، سوينا وايد شغلات توقف تكلف فلوس، اللي احنا ما دخل فلوس، بس ان شاء الله يعني انه يمشي، ان شاء الله يمشي، ان شاء الله يمشي. خلنا نسوي ممرات لهم بعد، ناس تخليهم بدون ممر ويتصافقون هني، تلاقيهم شو ينقع البوكس
حصل جاكي شان العرب هني موجود، ما في واحد اثنين، واحد ماخذ اجازه يبي يطلع، يتناقعون عقب. شوف الكيوز مالهم والله زين. اتمنى لو كان في انقل ولا شيء، بس في شغلات ذكرني بفاكتوريا صراحه. كونكت باجج بي، هذا كلهم بيطرشون الشنط. وين انت تبى يطرشون الشنط الحين؟ صح، نباهم يطرشون. شو الشنط؟ اي حد يشتغل هنا يطرش شنطه، وين يطرشها؟ ما يعرف وين يطرشها، فلازم نحن نقول له وين يطرش الشنطه. طرش الشنطه، ما بدق الموظفة تعالوا، مش ان ادقها دقها يعني، لان اضغط على اللي يطلع بطاقته يعني، لا تفهمون غلط. المهم ها مبدئيا المطار الصراحة، والحلقة طولت وايد اكثر مما انا توقعت صراحة، وايد اكثر ما توقعت. فاش اللي بنسويها الحين؟ بنسوي مهبط اوكي طيارات، وعقب المهبط هذا خلاص بنكمل المطار الحلقة الجاية ان شاء الله. لازم نحط شغلات ثانية بعد وننهي ان شاء الله، ونحاول نشغل المطار الحلقة الجاية، لان الحين بنحط البوردنج ان شاء الله، وبنحط النقاط، وبنحاول ندور عقود للطيارات. وحياكم الله ان شاء الله في الحلقة الجاية.